سأخذكم في رحلة عبر الزمن لنكتشف ذلك، هيا بنا. يهوى السفر عبر الزمن. قبل آلاف السنين قام الإنسان بالرسم على الواجهات الصخرية والتنقل في رحلات معرفية ليعرفنا بإنجازات غيرت مجرى التاريخ. نجح ماكاي في إنتاج أفلام عالية الجودة. من اخترعها؟ يعود الفضل للأمريكي إلجي سيجار في ابتكار هذه الشخصية. وكيف صنعت؟ قام برسم قفص فارغ على ورقة، وعلى الجهة الأخرى منها رسم طائراً، وعند لف العود بسرعة يظهر العصفور وكأنه داخل القفص. صديقنا نبهون يروي لنا أصل الحكاية. هل تعلمون ما هو القاسم المشترك بين كل تلك الشخصيات؟ ما الحكاية؟ يأتيكم قريباً على 4Kids.